ليش تهولها؟ أنا جيتك عاد وبعد تكشف وجهك بيه؟ تكشف وجهك وتبدأ في التعذيب بيه؟ تعذبه هز ألطخ جيب له زاحفة هيج عليه كلب غطسه في الماء سمحني وكله الحار تعمل فيه اللي تعمل شو معناتها وقت مرمته تعتبره خرج من كونسيبت كاميرا الكاشي بالضبط بالضبط ودخلنا المرحلة نتاع كاميرا خفية بالسيف عليك شكون ما يحصلش فيها هذيك يعني سنة سنة رمز قليل ما عملش كاميرا خفية عمل برنامج ترفيه عندها قواعد برنامج ترفيه عمل لعبة عمل لعبة عمل لعبة بالضبط اللعبة هذه مع العلم الربو هذا كان موجود راه موجود في جكروا في ألمانيا اللي هي فرنسا موجود يلعب به الناس نتاع لعبة استغلوا هو ويكتب فيه واحد ويعمل فيه اللي يعمل فيه الكرسي هذاك وين موجود أسيد موجود في كي واحد يشدوا يقروه هك في الداخلية يربطوه في كرسي ويعملوا فيه ما يعملوا نهزوا الكاميرا ونمشوا للداخلية ونصوروا هاتي علاش تعبيه نحن طبعا هكا ولا طبعا الداخلية مش تونس الداخليات الاخرين نحكي على الداخلية نتاع الدول الاخرى اي لا ظاهر تحكي على الداخليات الاخرى مش الداخلية تاعنا الداخلية تاعنا ما تعذبش باش نكون واضحين نعرف ضد كاميرا الكاشي نتاع العنف وكل الفجعات هكا سنين رتحوك لكن قدهم او العام هكا سنين لا فما نقول لك علاش لا مي قالوا عمل شفنا في المسيسين نعملوا كاميرا خفية نقول لك علاش الفجعات كل ما فماش نقول لك علاش ونجاوبك ونعاود نجاوبك راهي كاميرا خفية مداعبة فدليكة نشدوا كلمة قاقص اما نجحت في تونس الكاميرا الخفية نتاع العنف نسبيا رد بالك تونس راهي مش تونس الكبرى تونس راهي من بنقردان لبنزرت والكاميرا الخفية لشكون للمثقف والجاهل للصغير الكبير الغني الفقير الشمولية هذيك باش تلقى انت توازن وتوصل لها ماك الشيخ الكل راي صعيبة تولي انت تلعب مثلا على نسبة معينة من الشباب اللي يشيخ عليك الكبسة عليك الفجعة يشيخ عليها نسبة مشاهدة في اليوتيوب ماهيش مقياس للكاميرا كاشي لا مقياس اي الكاميرا كاشي الاخيرة اللي عملهم ميقال والاخرين الكل عملوا نسبة مشاهدة عالية يعني الطيارة قديش العدد قديش قولي قديش شنو قديش من فيو يتوصل حتى ملايين فيو في اليوتيوب لا تبعني راهو انا نقصد نحصر انت كتشد ورقة تكتب السيناريو تقول لي من أوجه هذا التصوير سكنت وجه فيه للشعب التونسي من بنقردان البنزرت بعد تقول الأزمة الاقتصادية اللي يعيش فيها الفقر الغناء العقد رد بالك راهو الفن دواء الضحك دواء أنا كان ضحكك تعرف يصيرك ولا السيركيلاسيون دي سانجين تتعدل يتيح لك السكر طبيب نبض... نعم طبيب نعم وممثل ونبضات القلب تتعدل وكي نفجعك نركب لك السكر رد بالك يعني؟ كي نفجعك وقداش ممثلة نعيمة الجاني مسكينة مرضت بالفجعة مرضوها عليه في التمساح طبعا وبقت تعاني أين الكاميرا الخفية والإضحاك والترفيه من المضرة وناس تعاني في السكر وتتعب ولا تفجع سمحني كي نشوف واحد أنا بيدي يضحك على فجعة نقول عنده خلل يعني با نورمال علاش ما فماش كاميرا كاشية في تونس في أول رمضان على قلبي ما أنك أنت خلطت في الأخ فشلوا اللي عملوا قبل لا خاطر جت كاميرا خفية كورونية فجعت الناس كل شدوا بقياح ليه ما كانش فهمه في البرنامج باش يصير مش خاطر الشهر الاخراني كورونا ما كانش برمج ميقال وسنة كاميرا كاشية برمضان يمكن شهرين سبقت أولادها بعد لحقت هي رؤوف كوكا سنة في قناة ليبيا خدمت ورا شوي أي رؤوف كوكا هذاك أول واحد تعاملت معاه واحترمه ونوجه له التحية من هنا رؤوف كوكا يعني مدرسة بالنسبة لي نتاع الكاميرا الخفية الباهي أنه توخى لها مركزية في الإنتاج أنا سميه العربي بوركو با كيما أنا لعبت في مصر وكيما لعبت في الكويت 7 سنوات وكيما لعبت في بلجيكا وفرنسا والخليج بصفة عامة هو عمل التجربة الليبية هذه اللي حسب اعتقادي ليبيا تونسي خاطر يضحك في قدوة رؤوف كوكا الحمادي غوار في البداية طبعا اليوم لا اليوم ما زال يشوفوا قدوة لا تو بالنسبة لينا يتسمى زميل زميل حوت عليك زميل علاش على خاطر